عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ثاني مؤتمراتها الصحفية للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات منذ تاريخ تدشين الحملة الرسمية. شدد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية، وإنما هي قضية محورية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أنه صدر توجيه من المرشح الرئاسي السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين. بالسلام الجمهوري بدأ المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للإعلان عن نشاطها خلال الفترة من 8 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري. عقدنا 75 لقاء، منهم 3 زيارات خارجية التقينا فيها ب 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات واتجاهات مختلفة، واستقبلنا 1600 زائر بمقر الحملة من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عن تقليص الدعاية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى أقصى مدى تضامنا مع أحداث غزة. تقرر تسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع، الفلوس والتبرعات اللي كانت الأحزاب والجهات المؤيدة تنتوي أنها تتبرع لها للحملة، نحن نطلب منهم التبرع بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة. وأعلن فوزي أن المؤتمر الصحفي القادم سيكون مخصصا لعرض رؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للفترة القادمة، مضيفا أنه سيتم عرض خطة الحملة التنفيذية يوم السبت المقبل. هذه الرؤية تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها بشكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي القادم للحملة، ولكن أطمئن حضراتكم أنها رؤية جامعة طموحة تحمل كثيرا من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، لكنها بأمر الله وتوفيقه ستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. واختتم رئيس الحملة الانتخابية المؤتمر الصحفي بالقول بأن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حملة مرنة في تشكيلها وتنظيمها، معتبرا أن أي محب هو جزء من الحملة الانتخابية. رؤية شاملة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حول ما تتطلبه المرحلة القادمة، لكن التركيز سيكون على محورين رئيسيين هما المحور السياسي والمحور الاقتصادي. من أمام حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أشرف مبارك، التلفزيون المصري.